فعلا من الممكن الإصابة تحدث في الجلد من الإكريليك أو الجل في الأظافر للمرأة؟ صحيح، طبعا الأظافر الصناعية أو أظافر الإكريليك، طبعا هو الأظافر الإكريليك هو مصطلح يستخدم لوصف الأظافر الصناعية التي يتم وضعها ولصقها في الأظافر الطبيعية. ليش الناس يسوون الأظافر الأكريليك أو يستخدمون الأظافر الأكريليك؟ أسباب كثيرة، أولا منظر الجمالي، الثاني سبب مدة مكوث ظلاء الأظافر في الغالب أطول مقارنة بالأظافر الطبيعية، وأحيانا تستخدم لتجنب عادة قضم الأظافر. السؤال الآن، هل هذه الأظافر، هل المنتجات الأكريليك مضرة للجلد أو للظفر بشكل خاص؟ الجواب نعم، أغلب منتجات التجميلية التي تستخدم للأظافر سواء كانت طلاء أظافر أو إزالة طلاء الأظافر أو الأظافر الصناعية لها أضرار على الجلد. الأضرار يعني تتراوح، يعني مشاكل مقتصرة على الجلد وأحيانا مشاكل على الظفر.